السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بس بضبط الوقت عشان 5 دقائق أحاول إني ما أتجاوزها. طبعاً في البداية أتقدم بجزيل الشكر للإخوان القائمين على هذا المؤتمر وهذا التجمع حقيقة الطيب واللي أكيد بيعود علينا بالنفع والفائدة. اليوم نحن بنتكلم عن جزء مختلف تقريباً عن الشيء اللي نحن تعودنا عليه في كلمة ريادة الأعمال واللي هو الجانب الاجتماعي والدور اللي هو مطلوب من الفرد. اسمحوا لي بس. هي نعم. فالدور اللي هو المفترض يقوم بالفرد في مجتمع. يعني اليوم نحن بالتأكيد أنا شخصياً عندي شيء في مجال البزنس ويهدف إلى الربح، ولكن في نفس الوقت بالإضافة إلى عملي في نفس الوقت عندي اهتمام شخصي في مجال السوشيال انتربرينور. فنحن شو مفروض أن نحن نسوي تجاه مجتمعنا؟ اليوم ريادة الأعمال تحديداً إذا تكلمنا عن خارج دولة الإمارات يحاولون من خلال هذا الموضوع أنهم يشوفون قضية مجتمعية، الواحد في اهتمامه وشغفه في هذا الموضوع يحاول أنه يبحث عن حلول بشكل شخصي ويبحث عن الدعم بعد ذلك. نحن الحمد لله في دولة الإمارات كثير من الأمور ما عندنا إشكالية في التعليم، ما عندنا مشكلة في حقوق المرأة، ما عندنا مشكلة في التعامل مع الأطفال، العنف ضد الأطفال. فنحن شخصياً حقيقةً كشباب إماراتيين والجهود اللي موجودة في هذا المجال هي كلها تنصب في المواطنة وبعض القضايا حتى منها الإخوان اللي هم مهتمين في موضوع سرطان الثدي. الدور اللي هو المفترض من الفرد. يا جماعة اليوم نحن عايشين في مجتمع دولة الإمارات، بالتأكيد الأمور كثيرة الحمد لله متوفرة عندنا، ولكن نحن شو هو المطلوب نحن نقوم به اتجاه الدولة اتجاه مجتمعنا. نحن في فوق بيتنا علم تبنينا قضية، أنا شخصياً والحمد لله كانت فكرة بسيطة جداً، بس فكرت ودائماً ما أفكر كيف ممكن أنا أثر بشكل إيجابي على مجتمعي. يعني اليوم نحن في هذا المجتمع المفترض يكون فيه شخص من الأشخاص اللي هم يأثرون على هذا المجتمع التأثير بالتأكيد اللي هو التأثير الإيجابي. فنحن فكرنا فكرة كانت بسيطة بنتكلم فيها الحين. في يوم من الأيام قريت عبر تويتر تغريدة للشيخ عبد الله بن زايد. الشيخ عبد الله كاتب أتمنى أن أرى علم الإمارات فوق كل بيت. هي كانت رغبة وأمنية عند القيادة، عند شخص يمثل القيادة والشيخ عبد الله موجود بشكل شخصي. تمام؟ أنا قبل هذا خلوني أسألكم، منو منكم مخلي علم فوق بيته وشارك في الحملة السنة؟ حلو، إنزين منو منكم العلم لين اليوم فوق بيته؟ تمام، المهم أن العلم يكون بشكل جيد طبعاً، لأن اليوم شوف الإعلام والله أنها فيبالها تعديل. فنحن نتكلم عن تغريدة كانت موجودة، هذه فرصة وكانت فكرة موجودة عند الشيخ عبد الله أمنية. فالحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنا رديت على الشيخ عبد الله في إطلاق حملة اسمها فوق بيتنا علم، وكانت تهدف إلى رفع علم الإمارات فوق كل بيت. العلم اللي نحن نتكلم عنه أو الموضوع اللي نحن استهدفناه في هذه الحملة موضوع جداً مهم يتكلم عن العلم. العلم هو رمز من رموز الوطن. يعني اليوم نحن يوم نشوف التأثير وارتباط الطفل والكبير والصغير، الناس اللي شاركوا في هذه الحملة، هذه مش حملة حسن، هذه الحملة حملة المجتمع الإماراتي، كل من هو على أرض دولة الإمارات. فنحن أرد أتكلم الدور اللي نحن نقوم به اتجاه مجتمعنا والواجب اللي مفروض منه. فهذه كانت بداية الحملة. الحملة الحمد لله كان لها أصداء. في السابق الواحد يوم في باله فكرة أو في باله مشروع أو مقترح معين، يعني عنده هدف يحاول أنه يحقق هدف منه، يحاول يفكر في أمور كثيرة، يفكر في الماركتينج بلان، يفكر كيف ممكن يوصل الفكرة هذه للمسؤولين للمعنيين. اليوم الحمد لله نحن تعودنا في دولتنا وهذا واقع والكل يعرفه. يعني اليوم أنا الشيخ عبد الله بن زايد ما أعرفه في السابق وما يعرفني، بس السوشيال ميديا أو التولز هاي اللي موجودة اليوم ساهمت في هذا الشيء. فنحن اليوم أفكارنا اللي موجودة عندنا ممكن نحن نطبقها متى ما كانت عندنا الإرادة، متى ما كان عندنا الشغف لتحقيق هدف معين في مجال ما. فنحن مفترض أن نقوم باستثمار الوسائل هذه. يعني اليوم الواحد يفكر في الشهرة على سبيل المثال، بس الشهرة الإيجابية أو السلبية. يعني اليوم نحن
خلال الفترة الأخيرة تحديداً، ويمكن عقب ما طلع برنامج كيك، بدينا نشوف كثير من الناس ظهروا بس بشكل سلبي يسيء للمجتمع. ولكن أنا مؤمن تماماً بأن خلال الفترة القادمة ممكن حد يستثمر الأداة هذه لتحقيق هدف معين في المجتمع، نتكلم عن دولة الإمارات، لتحقيق شيء ما في المجتمع الإماراتي. الفكرة اللي نحن تكلمنا عنها اللي ما كلفتنا شيء، ما كلفنا إلا أن نحن ساهمنا، إلا نحن بادرنا في استثمار تحديداً تويتر، الدعم اللي نحن حصلناه من الشيخ عبد الله بن زايد، وهو مش غريب، يعني اليوم مش حسن، أي حد منكم عنده فكرة يا جماعة بشكل بسيط، وفكرة لها أهداف، لها هدف واضح تبى تحققه في المجتمع، ما أتوقع أن هذا الموضوع صعب، بالعكس الموضوع أسهل مما نحن نتخيل. الفكرة هذه مثل ما تشوفونها حصلت صدى كبير الحمد لله. نحن ما تمينا ثابتين، نحن حاولنا نحن نتوسع ونوصل للناس كلهم، غير نحاول الموقع الإلكتروني اللي سويناه، حاولنا نوعي الناس، بدينا ناخذ أكثر من أن نحن نخلي علم فوق البيت. كثير من الناس الإعلام يعني كانوا يحطونها بشكل غير صحيح. اليوم العلم هذا يا جماعة، يعني أنا من خلال تجارب وصلتني الناس كثار يقولون الحملة الحمد لله، الحملة اللي أنتوا نجحها، يعني أنا ما نجحت الحملة، أنا اللهم بادرت، المبادرة تكون من شخص، ولكن بعد حاولنا نحن نحرك الحملة هذه، فكان لها تأثير كبير. الناس اللي شاركوا فيها الحملة دخلت يعني في كل بيت، تشوفون الناس كلهم بدأوا يتنافسون على أنهم يخلون العلم، فهي يعني نكون واثقين تماماً ومؤمنين بأنه مش فكرة علم بس، ولكن هو رمز ويعني شيء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن مثل ما تعرفون حاولنا نوصل للناس، نسوي حتى مسابقات نشجع وعلى أن الناس يشاركون ويساهمون معنا في هذه الحملة. اليوم نحن في حملة فوق بيتنا علم، ما بنقف على الحد اللي نحن، ولكن نحن إن شاء الله عندنا في القريب يمكن إن شاء الله بنعلن عن أشياء معينة. السنة الجاية بنكون موجودين، ولكن نحن كأشخاص يا جماعة مجتمع، المفترض نكون نحن مجتمع مترابط وندعم بعضنا البعض. يعني أنا اليوم شخصياً الخبرة البسيطة اللي أنا اكتسبتها من الحملة، أو أني أشتغل في مجال الريادة الاجتماعية، أو أنا أتبنى قضية معينة في المجتمع أحاول أروجها قضية إيجابية أتساهم من ترابط المجتمع، متى ما توفر كل هذا بيتوفر الدعم. أنا اليوم حسن الخبرة البسيطة اللي حصلتها ونحن في فوق بيتنا علم، ممكن السنة الجاية بالعكس أجزم على أن نحن بندعم أي مبادرة وطنية، أي مبادرة في مجال الريادة الاجتماعية، أي مبادرة تفيد المجتمع في أي مجال، في المجال الصحي، في المجال الاجتماعي، في المجال البيئي، لأن هذه يا جماعة الدور اللي نحن مفروض نقوبة تجاه مجتمعنا. ما نتريى دائما الدعم من الحكومة أو الحكومة تسوي البرامج، لا، نحن الفكرة نطورها ويكون تكون عفوا برنامج من البرامج اللي هي المهمة. نحن الآن يجب أن نستغل مواقع التواصل الاجتماعي في بناء المجتمع المعرفي، يعني موضوع تبادل الأفكار. يعني نحن ما مثلا نشوف كثير من الممارسات أن الناس جالسين يستخدمون هذه المواقع أو التولز اللي موجودة الشانلز بشكل غير صحيح وشكل سلبي. نحن في حملة فوق بيتنا علم مستعدين للتعاون مع أي مبادرة، مستعدين لأن نحن نقدم التجربة والخبرة اللي نحن اكتسبناها. أنا أشكركم كلكم يا جماعة على أنكم أنتم شاركتوا في هذه الحملة واتبنيتوها مثل ما اتبناها ودعمها الشيخ عبد الله بن زايد. أشكركم مرة ثانية على الحضور في هذا اللقاء، وهني هاي بعض الأرقام بس اللي نحن كانوا الفولورز والناس اللي كانوا موجودين على تويتر وإنستغرام والفيسبوك. أشكركم مرة ثانية. نحن ممكن نتعاون مثل ما قلت مع أي شخص عنده برنامج اجتماعي، عنده برنامج، هني كان في صورة مو موجودة، أوكي، فنحن ممكن نتعاون مع أي شخص في أي برنامج اجتماعي يهدف إلى تنمية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبابنا فيهم الخير والبركة، وأنا واثق من هذا الشيء، والدعم مثل ما قلت موجود، بس نحن لازم نبادر ونتحرك ونفكر في مجتمعنا قبل ما يحد ثاني يفكر فيه. أشكركم مرة ثانية واسمحوا لي على الإطالة، خذت من الوقت 9 دقائق، 4 دقائق زيادة، اعذروني.